الحياة. وفي الجزء الأول منورني ومشرفني فضيلة العالم الجليل الدكتور مجدي عاشور اللي بنسعد دايما وبنتبارك بوجوده معنا في البرنامج. يا مساء الخيرات على حضرتك وأهلا بيك وكل سنة وحضرتك طيب. وأهلا وسهلا بحضرتك كل عام وأنتم بخير والسادة المشاهدين الكرام. الله يخليك يا دكتور مجدي. طيب النهاردة هنتكلم مع الدكتور مجدي عاشور عن مش مجرد فعل الخيرات، لأن فعل يعني فكرة إن الواحد يعمل خير ما هو ده خير بطبيعة الحال، لكن لما يكون في ثواب كبير للمصارعة في عمل الخير فهنا بقى لازم نقف ونتأمل ونحلل كده ليه المصارعة بيبقى أجرها أعظم وثوابها أعظم بكتير. فليكن ده سؤالي الأول لفضيلتك. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إحنا الجميل أن تفعل الخير والأجمل أن تسارع إلى فعل الخيرات. ليه؟ أصل المصارعة دي إلى فعل الخيرات فيها همة، فيها ان انت منتظر الخير عشان تجري تعمله، وده هيجي في حاجات كتير. وكمان بيقول لك ايه، انت بس مش بتتقارن بين واحد صاحب طاعه وصاحب معصيه، لا ده انتوا اتنين صحابات طاعه وانتوا الاتنين بتعملوا خير. أيوة. اللي هيسبق مين؟ اللي هيسارع للخيرات. ولازم يبقى الواحد في باله دايما تفصيله ان مجازا يعني العمر لحظه، فهي تستغلها يا لا، طبعا ترجع تندم على ان انت فوتها من غير ما تبقى يا في طاعه يا في عمل خير. وده اللي جه حضرتك في الحديث ان اهل الجنه لما يخشوا الجنه يقول لك يزعلوا. طب هو اهل الجنه بيزعلوا؟ قال له ايوه. ليه؟ قال له على ساعه مرت دون ان نطيع الله فيها. ليه؟ ما هم داقوا، حسوا ان الساعه طبعاً فيها فرق في الجنه طبعاً في الدرجه طبعاً. فحسوا بكده، فعشان كده جت ايه، انهم كانوا يسارعون في الخيرات في القرآن الكريم. أيوة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. أيوة. وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، من هم الذين ينفقون في السراء والضراء والقاضمين الغيظ والعافين عن الناس والله. أيوة. يحب المحسنين. فالسرعة إلى فعل الخيرات دي مهمة جدا. ليه؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الإنسان ممكن يروح يصلي في السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، هتلاقي ان في كلهم مسارعة الى فعل الخير. فلما يجي منهم يقول ايه، رجل قلبه معلق بالمساجد، يعني ايه؟ عاوز مستني عشان يجري يصلي. انا مستني في رمضان عشان اعمل واطلع الصدقة. ليه؟ لان السوق مثلا في رمضان او في المسجد سوق رائجة للكل بيعمل الخير، بس مين اللي بيسارع؟ مين اللي عنده همة وبيجري اسرع؟ مين اللي سابق اخوه؟ الحاجات دي كلها كده. لذلك مسألة المصارعة لما نلاقي النصوص الشرعية هنلاقي كلها جاية في المصارعة. طب اللي هيصلي ركعتين ولا اللي يصلي أربعة؟ لا يصلي أربعة. طب اللي هيطعم مسكين في النهار رمضان صام، هو كويس أو صيامه، بس صام وأطعم مسكينا، بينه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اتنين، واحد بيصوم واحد بيصوم وبيأكل أو بيفطر صائم. أيوه. مين اللي هيسارع؟ ده بيسارع اكتر. ليه؟ لان انت بتاخد اجر ايها الصائم، وانت بتاخد اجر صومك، ومن فطر صائما فله مثل اجره من غير ان ينقص من اجر الصائم شيئا. يبقى هنا ده بيسارع، يبقى كان عمل الخيرات واحده بعد واحده بعد واحده. ذكروا من علامه قبول الطاعه ان ينقلك من طاعه الى طاعه. شوف المصارعة طبعا. يبقى أنا بسارع ليها، يبقى على طول إنسان كده. لذلك أهل الخير تتمنى إيه؟ يقول لك إيه؟ أنا أسارع على طول قبلها. سيدنا برضو أبو بكر وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنهما الاثنين، سيدنا أبو بكر كان بيخدم واحدة ست عجوز، فكان يذهب إليها يعني ينظف لها بيتها ويجهز لها لباسها اللبس بتاعها ويأتي لها بالطعام. حتى ورد إن يأتي لها بالطعام والبلح ما فيهوش النوى. فسيدنا عمر الخطاب كان في ساعة أوقات كده يروح إيه، يروح للست دي وسيدنا أبو بكر عايش، يروح يلاقي سيدنا أبو بكر هناك. شوف أبو بكر بيساعر يعني الخيرات. ما قال يعني أبو بكر بيساعر بيعمل إيه؟ أبو بكر يا أخوانا سبق الأمة، قالوا بما وقر في قلبه ومن كثرة ما عمل من أعمال خير مع الناس، سواء مع بلال، سواء مع يدفع وينفق في سبيل الله، سواء مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كله بيعمل ليه؟ مع الناس الانفاق. فيروح كل مرة عشان ينظف سيدنا عمر او عشان يعمل، يلاقي ابو بكر سبق. ليه؟ والسابقون السابقون اولئك المقربون. طبعا. عاوزين كده اللي بيسبق. ليه؟ لان
اما تسبق كده ويكون في نيتك كده، لعل الله عز وجل يكون كتبك من اللي سبقه، ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون عن النار والعياذ بالله. طبعا. فالانسان لما يسارع يبادر ده مجال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. شوف المنافسه لما يكون اتنين بينافسوا بعض في تجاره في مذاكره في اي شيء بيتنافسوا منافسه حره وشريفه، بس اللي عنده همه وعاوز يسارع بالخير اكتر. انت هنا بتتنافس في الطاعة وفي الوصول إلى الله عز وجل. لو اتنين أشخاص الاتنين عاشوا نفس العمر وماتوا في نفس اللحظة وفي نفس السن، واحد منهم أفنى حياته بالكامل في الطاعات والعبادات، والآخر أفنى حياته بالكامل في التعاون مع الآخرين والتكافل والتراحم، يعني معاملات مش مع ربنا بشكل مباشر ولكن من خلال او مع ربنا سبحانه وتعالى من خلال حسن معاملته لعبيده. تمام. ايه الاختلافات اللي ممكن تكون ما بينهم هما الاثنين؟ احنا عندنا هنا في حاجه اسمها طاعه قاصره وطاعه متعديه النفع، يعني ايوه انا بصلي النفع غالبا بيعود ليا على نفسي فقط طبعا. انما انا بتصدق بتعاون مع الناس باحمل الارمله المسكين بعطي اليتيم باكل انسان عاوز ياكل بعود مريض طبعا. ببني مسجد بعمل اي حاجه، انت كده طاعتك مش ليك بس، الناس بيشتركوا فيها معاك، يعني نفعها واستخدامها ليس قاصرا عليك وانما يعود على الناس. فلو واحد عباده فقط محضه ونسميه عابد، والتاني لازم بيقوم بالفرائض، يبقى لو بيقوم بالفرائض بس بدل ما بيعمل السنن بيعمل مساعدة الناس لأن ما عندوش وقت. هل ده اللي خلى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في موقف من المواقف يستشهد بأن البني آدم لما يعمل شكل ما من أشكال عمل الخير ممكن يبقى أفيد له من الاعتكاف في مسجد سيدنا النبي شخصيا؟ طبعا ده الإنسان، يعني لذلك سيدنا النبي يقول في الأحاديث كده أن من ساعد أرملة أو غيره بتاع ممكن يقول أولى من اعتكاف في مسجدي هذا. كان عندنا سيدنا الإمام جلال الدين المحلي وهو من أكابر العلماء مصري، وده اللي عامل فيه حاجه اسمها تفسير الجلالين، ده اشهر الجلالين. أيوة. عشان جلال الدين السيوطي مفصل نص القران، وقبليه جلال الدين المحلي مفصل نفس القران. فجلال الدين السيوطي جلال الدين المحلي رضي الله عنه من اكابر الاولياء والعلماء، علماء الازهر زمان، يعني أيوة. ده بقى له مده يعني اكتر من 500 سنه. فالمهم ده كان قاعد يدي درس، وهو قاعد يدي درس حاجه حلوه جدا، فعمال يدي درس وجد امرأة تحمل زنبيلا شنطة ومش قادر تشيلها وماشية بعيد. فقالوا كان إذا وجد أحدا كبيرا في السن أو محتاجا للمعاونة ترك الدرس وقام، يا سلام، وساعده يا سلام. ويحمل عنه إلى بيته لحد البيت. فبقولوا يا سيدنا ده أنت علامة، يعني اللي بيحمل كتير أنت ليه تعمل كده؟ قال الذي يعطي العلوم كثير، من يحمل عن هؤلاء الناس إذا لم أقم وأحمل عنهم؟ أحمل عنهم عسى الله أن يحمل عني يوم القيامة. شوف التعاون، يبقى بيترك درس طبعا. العلم ويقوم يشيل للناس العواجيز الحاجة طبعا. ودي جايبة خضار ودي مش عارف شايلة مية وبتاع، يقوم ويساعد ويشيلها أو يشيل هو، وده كان بيعمل يشيل هو ويوصلها لحد البيت. ليه؟ ده قام جري من الدرس يسارعون إلى الخيرات وفي الخيرات طبعا. وإحنا عندنا يسارعون إلى ويسارعون فيه. لا وبعدين هو بيسارع في الخيرات وهو اوريدي بيعمل خيرات، الدرس والعلم اللي بينتفع بيه، بس خير التاني اوجه ليه؟ ما هو بيوجه طلبه العلم برضه، بيقول لهم خلي بالكم العلم ده ممكن تلاقوا كتير مع علماء، انما مين الكتير اللي بيعاون اخوانه المحتاجين؟ أيوه. مين الكتير اللي بيساعد المعوزين؟ مفيش، التفت. فبيبين لهم ان هنا الطاعه اللي هي مترتبه على رفع حاجه الناس، المعاونة في رفع حاجة الناس أولى من الطاعة اللي ممكن يعملها كل الناس اللي زي العلم أو غيره. أنا أخش أصلي في سنة واحد محتاج معونة، يعني أنا لذلك عندنا في اللي بيجي يقول لك إذا كنت تصلي سنة مثلا ويحصل حاجة في البيت وحسيتنا حاجة صعبة حصلت لازم تخرج، قال لك أخرج السنة ما فيش مشكلة، الفريضة لا تخرج إلا لضرورة، السنة قال لك ممكن الأمر أبسط. أيوه. شوف إزاي أبسط. أيوه. ليه؟ لأن أنت هتعمل حاجة تانية نافعة متعدية للناس. أيوه. بوتاجاز مولع او درء خطر إيه؟ معين يبقى هتضرب المفاسد طبعاً. يبقى هنا المسارعه الى الخيرات في هذا الامر. طب ده انا بعمل خير يا اخوانا، ما هو ممكن تنتقل من خير لعمل خير اكبر منه،
بس يكون خير نافع متعدي الى الاخرين. طب هو الواحد يقدر ازاي يحث نفسه ويروضها ويعودها ولو بالعافيه ان هي تسارع الى فعل الخيرات؟ يعرف الغايه بقى. ليه؟ وانت حضرتك قلت اهو الواحد وبالذات اللي مشي عمره شويه ندرك ازاي العمر اللي فات. قال لك بالمسارعه الى الخيرات. يا من عمره قد فات اسرع الى الخيرات. ليه؟ المسارعه كون ان انا يبقى قلبي متعلق عاوز اشوف اي خير اعمله. عاوز اعمل صدقه ولا بتاع مش عارف اروح متصل او اعمل وهكذا عاوز مستني. فانت قلبك متلهف ومتعلق بفعل الطاعه. تعلق القلب بفعل الطاعه له اجر وفعل الطاعه له اجر. يبقى انت سابق بالخيرات طبعا. وخاصه يكون متعلق. ما هو لما يكون متعلق هتعملها وتجري تعملها مره في مره في مره بتعالج الامر ده. يعني ايه؟ بتتعب فيه بعد كده هتتلذذ بيه. ليه؟ هشعر بلذه الطاعه. ما هو جل ربنا ان تعامله يعني نقدا ويعاملك نسيئه. بمعنى ان انا عاوز اجري اعمل الطاعه وما يحسسكش طعم الطاعه في قلبك. اول ما يحسسك طعم الطاعه في قلبك تبقى انت خلاص من المسارعين للخيرات. عاوز تروح الحاجه اللذيذه الحاجه اللي بتسعد قلبك اللي هي ايه؟ مساعده الناس. فكوني ان انا اعرف يا اخوانا انت هتيجي في وقت تحتاج الناس سواء دعاء او اي شيء يبقى اعمل ايه؟ اساعد الناس. وكان الله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. يبقى انا اعمل كده. وكل كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما تيجي كان صلى الله عليه وسلم لما يجي هيصلي السنه او هيقوم بخدمه واحد بحيث ان يسمع كلامه عاوز ايه ويقضي له حاجته. لا، يقدم هذا له حاضر نعمل كذا وكذا وكذا. طب خد كذا ونعمل حاجته. ده مسارعه الى الخيرات. يبقى انا يا من لم تدخل في الخيرات سارع الى الخيرات، ويا من دخلت في الخيرات سارع في الخيرات. وانت جوه يبقى سارع قبل ما اخش اجري اروح لها. طب وانا جوه قال لك خلص كتير والنوايا تتعدد كتير بقى. انا عاوز اعمل كده ويا ريت كان معايا اكتر من كده. انا لو معايا مثلا ملايين كنت اتبرعت بجزء كبير للناس دول، بس انا معيش. نيه المؤمن خير من عملي. يبقى وانا بعمل الطاعه بقول له يا رب لو معايا اكتر او عندي قوه اكتر اساعد اكتر. يبقى هنا مسارعه الى الخيرات بالنوايا والقلوب ومسارعه بالجوارح الاثنين. واللي يفوز هو اللي يعمل بالاثنين. القلب هو الاساس والجوارح هي الفرع وكلاهما مطلوب عند الله عز وجل. فيا بخت اللي يسارع الى الخيرات طبعا. بقلوبه او بقلبه وبجوارحه. وفكره برضه دكتور مجدي ان المسارعه الى الخيرات بيبقى لها انعكاسات طيبه على نوعيه الطاعات وتلذذ الانسان وهو بيعملها، مش كده برضه؟ طبعا. ما احنا قلنا مش هيسارع الا لما يتلذذ. ما انا اسارع للحاجه في حاجتين، اعرف الغايه بتاعتها واجرها فاروح. تروح الشغلانه ليه؟ اصل ادوني مبلغ كبير. ايوه. طب انت رايح الشغلانه ليه؟ اصل بحبها. شوف الفرق. يعني في حافز. ما في حافز. طب الحافز الاقوى اللي هو الحب والتلذذ بالطاعه. مش التلذذ بالطاعه لذاتها، ولكن التلذذ بالانس بالله في هذه الطاعه. انا بأنس بالله، بحس ان ربنا معايا وانا في الطاعه دي. طب ما في ناس كتير بتشتكي يا دكتور مجدي ان هي وهي في قلب الطاعه ومش اي طاعه كمان، حاجه زي مثلا زي الصلاه اللي هو البني ادم بيكون في اقرب نقطه ممكنه بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، مش قادرين يستشعروا الحاجات دي. ما عشان ده قام مش بحب. اللي هو ايه؟ بعضهم يقولوا ايه؟ بعضهم ينظروا الى الطاعه. يعني هو الواحد ينفع يتحابب؟ اه طبعا. ما هو مفيش حاجه، انا قلت كل حاجه تخش تدخل تاء الايه؟ التكلف او الاصطناع. قلنا انما العلم بالتعلم، انما الحلم بالتحلم، انما الحب بالتحابب. زي ما قال سيدنا بقى ليه؟ تحاببوا. يعني علموا نفسكم الحب. عاوزين نعلم نفسنا الحب. لو علمت نفسك الحب بعد كده ربنا هيشيل الباء بتاعت التحابب. أيوة. وهيخلي الحب طبعا. بعد كده فانا اعرف بس انا عاوز بحب العمل ده، بحب عمل. انا اعرف ناس بتحب عمل الخير ولو انقطعت عن عمل الخير تحس انها مخنوقه مش قادره. عمل الخير بقى بالفلوس بالمجهود. طب ده بيبقى توفيق من ربنا سبحانه وتعالى ولا تكوينهم الشخصي ولا الحكايه ايه؟ كلاهما. ما هو ربنا لما بيشوف العبد عنده اراده بيوفقه. والذين اهتدوا زادهم هدى. يعني اقول لكم تعالوا في الهدايه فجم في الهدايه، عايزينهم هدى. انما واحد من بعيد ولا عنده هدايه ومش عاوز يجي الهدايه ولا بيدور ولا بيبحث ولا حاجه، عايزينه هدايه ازاي؟ يبقى من جد وجد، من حاول ان يتعلم فسيتعلم ويبقى عالم بعد كده. فعشان كده بنقول الواحد
يبدأ ويسعى يعمل التاء اللي احنا بنقولها التعلم والتحابب دي فيها جهد، فلازم اعمل جهد اللي هو حضرتك بتقول عليه المسارعة الى فعل الخيرات وفي فعل الخيرات. فربنا لما مدح هنا سيدنا زكريا والست اللي ما كانتش تخلف زوجته رضي الله عليه السلام ورضي الله عنها، قال انهم ليه جاب لهم بقى لما بشرهم بيحيى، ايوه قال ايه؟ انهم كانوا يسارعون في الخيرات. لذلك بنقول لكل واحد بقى ما عندوش عيل، لكل واحد صحته تعبانه شويه، لكل واحد ولاده مشكسين شويه، لكل واحد مراته مش قوي او زوجها مش قوي، لكل واحد الدنيا متعطله معاه، لكل واحد الدنيا في الفلوس مش قوي، اقول له سارع الى الخيرات وفي الخيرات. ليه؟ زي ما ربنا ادى سيدنا زكريا في وقت مش بتاع خلفه راح مديله سيدنا يحيى. يبقى اذا سارعت الى الخيرات الله يعطيك في غير الاوقات اللي انا وقت ده مش وقتي طبعا. انا ما اعرفش الفلوس دي جات لي ازاي، وعشان انت سارعت الى الخيرات يبقى المسارعه الى الخيرات تعجل لك بالمسارعه بالاجور والخيرات من الله. ما هو الجزاء من الجنس العام، ما هو ده لوحده المفروض يحفز الناس اللي بتسارع داخليا من خلال النيه فقط، لكن لا تتعدى المرحله لا دي وتقوم تهز نفسها وتروح تعمل النيه ده كويس. بس اللي بيعمل النيه ده هيتحرك، اقول له اتحرك بقى، ما عشان كده بقول له سارع الى، فانت عمال تقول حاضر وسارع الى، وبعدين يقول لك سارع فيه وانت جواه يبقى ايه؟ لا اروح له وفي اخش جوه واعمله، اتصدق كتير واعمل الصدقه بقى، مش اقول انا عاوز اتصدق بس، لا اتصدق ولو قليل، لان الانسان ايه؟ ما هو احنا مش عاوزين نقيس مع ربنا قليل وكثير، مع ربنا سبحانه وتعالى يكثر القليل احصاه الله ونسوه. لذلك يعني القران بالايات التي تدل على هذا الامر وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. مش لازم الحاجه الوحشه بس، والحاجه الحلوه برضه يحس انها طالعه 5 جنيه، انت فاكر ان هي هينه قوي، ما تعرفش ال 5 جنيه هتنزل موقعا عند الفقير قد ايه، ومحتاجها في الوقت ده قد ايه، فتديها له يجيب دواء يجيب اكل يجيب غيره، فما تعرفش انت كده بتسارع الى الخيرات وبتسارع في الخيرات. ساعات الواحد وهو بصدد المسارعه الى الخيرات او في فعل الخيرات بتجيلك بقى حاجات تعطلك من عينه ايه؟ ان انت مثلا تشك في مدى استحقاق الشخص اللي انت رايح له بالخيرات، رايح له عشان تعمل معاه ايا كان شكل التكافل او التراحم. فمجرد ان انت بتتشكك فيه ده يفرمل لك شويه المسارعه اللي انت فيها. ما عشان كده بنقول له ايه؟ الادوات العصر ساعدته في المسارعه الى الخيرات. انا في الاول مامور ان انا ابحث عن المستحق لهذه الخيرات. فانا وجدت اديله، ما وجدتش جت المؤسسات التكافليه الان او المؤسسات التي تساعد الناس عندها قاعده بيانات بالناس الاكثر فقرا في القرى وفي غيرها، وتعمل عليهم كلهم بحوث اجتماعيه وتاكدوا من مدى استحقاقهم كله وعارفين وعاملين بحوث ودراسات طبعا. وغيره، فانت هنا بتروح لهم يبقى انت تسارع الخيرات، ده ربنا سهلها لك، يقول لك انا هشيل عنك كده والناس هتوصل بدلك الى المستحقين، فيكون من المسارعين في دفع الخيرات او الدفع في عمل الخيرات. انا يعني ده الجزء الحزين بقى بالنسبه لي، ان انا بلغك ان احنا وقتنا بيوشك على الانتهاء على الاقل في الجزء ده من الحلقه، بس اتباركنا واستفدنا كالعاده من خلال وجود حضرتك معانا، مشكور وكل سنه وفضيلتك باحسن صحه. جديد لي حلقه النهارده من طاقه نور، ومنورني ومشرفني في الجزء الاخير من حلقه النهارده الدكتور مصطفى العكريشي الداعيه الاسلامي اللي دايما بنسعد بوجوده معانا في البرنامج. مساء الخيرات واهلا بحضرتك. يا مساء الانوار وربنا يسعد قلبك يا ربي. يا رب اللهم امين ببركه الشهر الكريم. اللهم امين ربنا يخليك انا وفضيلتك والسامعين والمشاهدين والمتابعين. امين يا رب. كل سنه وحضرتك طيب حبيبي. طيب خلوني الاول بس افكر حضراتكم سريعا بعناوين مؤسسة نبض الحياة، هتظهر حالا على الشاشة قدام كل حضراتكم بشكل مفصل. المقر الرئيسي لنبض الحياة موجود في الدقي في الجيزة، وكمان في 3 مكاتب أو 3 فروع مختلفين لنبض الحياة موجودين في اسكندرية وفي طنطا وكمان في المنصورة. طيب احنا النهاردة هنتكلم مع دكتور مصطفى العكريشي عن 2 من أهم الحملات والمبادرات اللي بتقوم بيهم مؤسسة نبض الحياة، وهتكون بدايتنا تحديدا مع حفر الأبار، وعشان يكون الكلام أكثر دقة هي حفر أبار تجميع مياه الأمطار لأهالينا اللي عايشين في صحراء براني. أستأذنكم تابعوا معنا التقرير، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وعلى الله نتوكل. موجودين مع حضراتكم فريقين، فريق في السلوم وفريق في برادي. بنستلم بفضل الله سبحانه وتعالى دفعة جديدة من آبار تجميع مياه المطر، الآبار التجميعية لمياه المطر، آبار التخزين اللي مش هقول لكم مدى أهميتها ومدى ضرورتها للناس هنا. عشان كده احنا موجودين عشان نعيش الفرحة، عشان نشوف العمل الصالح الرائع اللي ربنا سبحانه وتعالى يجزي فاعله خير الجزاء وهو كمان فاعل خير. ارتجى من الله سبحانه وتعالى ألا يذكر اسمه هنا في الدنيا، وإن شاء الله سبحانه وتعالى مذكور عند الله عز وجل يوم القيامة. ربنا يتقبل منه صالح العمل ويجعل هذا العمل في موازين حسناته يا رب العالمين. آخر حاجة حابب أفكركم بيها آية في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وربنا بيذكرنا ويقول لنا: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. المطر ربنا سبحانه وتعالى سماه في القرآن رحمة. المطر ربنا سبحانه وتعالى سماه في القرآن رحمة، وهذه الرحمة حتى تجمع تحتاج إلى قلب رحيم يجمع هذا الماء. ربنا رقق قلب هذا الرجل ليجمع هذه الرحمة في بطن هذه الرحمة الموجودة هنا. محتاجين بإذن ربنا سبحانه وتعالى وبجهودكم الطيبة رحمات كثيرة حتى يعم الخير على البلاد والعباد. جزاكم الله عز وجل خير الجزاء. نبض الحياة وكل العاملين في نبض الحياة بيقولوا للدكتور حسن: بفضل الله عز وجل البير بتاعتك اهي دخلت حيز التشغيل، وأهلنا هنا في صحراء براني بفضل الله عز وجل بيستخدموها حاليا، ونحن شهود على ذلك. إخواننا هنا في صحراء براني بيقولوا لحضرتك: جزاك الله خيرا، معهمش ما يقدمونه لك نتيجة للمعروف اللي حضرتك عملته له. فيقول لك: جزاك الله خيرا، وكل الجزاء لربنا ولا هيجزيك. وإحنا كلنا بنقول لك جزاك الله خيرا، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل في موازين حسناتك، وأن يكون سببا في راحة البال في الدنيا وفي الآخرة، تكون بسببه مع إمام الدعاة وسيد النبيين في جنات النعيم. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. هو الحقيقة وبما لا يدع أي مجال للشك، هو من ناحية إن ماء الغيث رحمة فهو رحمة، ومن كل النواحي. ده بخاصة كمان وإحنا في شهر رمضان الكريم طبعا، شهر بقى النفحات والجود والبركات طبعا، اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بيخبر عنه سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ده ابن عم سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حبر الأمة وترجمان القرآن، بيتكلم عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم، يعني ما فيش حد أصدق منه طبعا، ابن عمه بقى طبعاً، وقعد معاه وملازمه، فهو أدرى واحد بصفات سيدنا النبي، ومش عايز حد يشهد له اصلا. بس هي شهاده بقى ايه، يعني احنا مش عايزين نقول مجروحه، لا ده شهاده بفضل الله عز وجل زايده لسيدنا النبي صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم. بيقول ايه بقى؟ بيقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس كالريح المرسله. لا هنقف واحده واحده، ماشي. كان ايه؟ اجود الناس. ايوه ده في رمضان ولا بعد رمضان ولا قبل رمضان ولا في حياته كلها؟ هو قال ايه؟ كان أجود الناس في المطلق. حبيبي يا حبيبي يا حبيبي في المطلق في العموم، وكان أجود ما يكون في رمضان. يبقى هو على الدوام جواد طبعا، إنما أجود باسم التفضيل طبعا، وكان أجود ما يكون في رمضان، يعني أقصى درجة للجود كان وصلها. أيوة نكمل بقى الحته اللي حضرتك ذكرتني بيها. كان جوده كالريح المرسله. يعني ايه الريح المرسله؟ الريح الجميله طبعا، الطيبه التي لا تاتي الا بطيب صلوات طبعا الله وسلامه عليه. كتير من الساده المشاهدين يقول لك: انا اسوتي وقدوتي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هو اسوتنا كلنا عليه الصلاه والسلام، بس هل احببت ما كان يفعله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وبخاصه في رمضان؟ فين جودك وكرمك لاهالينا الطيبين في مطروح طبعا، زي ما احنا شايفين معانا دلوقتي قصادنا في نص الشاشه الثاني، بفضل من ربنا عز وجل الساحه فتح بيعرض لنا ايه بقى؟ بيعرض لنا اهالينا الطيبين اللي في مطروح، بيعرض لنا الابار التجميعيه لمياه الامطار هناك، وهي بتجمع رحمات ربنا سبحانه وتعالى اللي نزل لهم، وبخاصه بقى في الاشهر اللي بينزل فيها عندهم السيول.
فبيجمعوا طبعًا. بقى الغيث ده بيسموه غيث طبعا غيث ربنا سبحانه وتعالى زي ما ربنا ذكره في القرآن قال وهو الذي ينزل مين هو ونعم بالله هو سبحانه وتعالى نعم. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا يأسوا طبعا وينشر رحمته يا سلام يعني كل نقطة مية بتنزل من السماء كل غيث بينزل من السماء دي رحمة ورحمات من ربنا طبعًا. طب ده لأهل المكان طب فما بالك باللي جمع رحمات ربنا سبحانه وتعالى في بير تجميعية لمياه الأمطار صحيح بدل ما بتضيع يا أستاذ كريم بدل ما بتروح هنا ولا هنا ولا هنا وتجري على البحر لو هي لما بتضيع كمان بتقطع قلوبهم الناس اللي عايشين هناك ده لدرجة ان واحد فيهم بيقولك انا شفت ابني بيموت قدامي ابن الصغير بيموت قدامي والمية عمالة خلاص بتضيع انا حاسس كده كأن ابني بيموت بقول له طب ليه قال لي ما انا هاجي بالليل ابني مثلا تعبان ومحتاج شوية المية دول انا ما بلاقيهمش لدرجة ان في مرة من المرات واحنا بنتجول هناك لقيت يا استاذ كريم حاجة غريبة جدا لقيت راجل مالي 3 جراكن ونص ثلاث جراكن ونص ليه النص بقى قال لك انا خدت اللي يكفيني لاني واخد من بير واحد جاري واخد بالك بقى من 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 المعاني الحلوه دي قال لك انا واخد من عنده فواخد اللي يكفيني بفضل الله عز وجل فمالي 3 جراكن ونص واحد كمان لقيناه معبي برضه بفضل الله عز وجل الميه وهو ماشي الكروزه او العربيه الكار بيسموها هناك كروزه وهي ماشيه فالعجله بتاعتها اتخبطت في طوبه تحت الدنيا كلها صخر الارض الصخريه وقعت الجيركن بقى والميه اللي فيه بقى بص عكننت الدنيا جدا طبعا جدا 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 فده سبيل حلو جدا انا بس زعلان من ايه والله زعلان اقول لك ايه بس زعلان من عدم اقبال اهالينا الطيبين المتصدقين على ابار مطروح كله عارف عايز يعمل ايه عاوز يعمل بير ارتوازية او عايز يعمل محطات تنقية يا والله ده انا تخيلت ان هم راحوا اكتر لوصلات المية من زاوية ان تكلفتها اقل شوية وصلات المية كمان مع ان ممكن اقول لك حاجة انت دايما معودنا ان المؤمن ايه فاطن حلو الكلام كيس فاطن مش ايه مش كيس قطة حلو الكلام طب انا خليني ناصح في بقى بعض المتصدقين الناصحين قوي 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 يقولك هو البير ده يعني لناس اشد الصدقة بتعظم عند ربنا سبحانه وتعالى للناس الأشد احتياجا اللي هو بص دي الحياة بالنسبة له طبعا. هي ديت طوق النجاة بالنسبة لي وهي كده بالفعل فعلا طبعا. بالنسبة لأهلين طبعا طبعا بفضل من ربنا عز وجل لكن يا أستاذ كريم بتعظم قوي لما يكون اللي قدامك ده فأشد الاحتياج ليها أقول لحضرتك حاجة جميلة جدا طبعا. يعني احنا عندنا دلوقتي أنا في ضيق والدنيا ضيقة عليا جدا وبص دي من كل جانب انا مش عارف الاقيها منين ولا منين ولا منين ولا منين انت حاسس انها ضيقه عليك قوي تصدق فواحد يقول لي بقى انا ضيقه عليا ده انا عايز اللي يتصدق ده انا عايز اللي يتصدق عليا يا عم انت بتقول ايه يا عم اقول لك امن مش انا اللي بقول لك ده رب العالمين سبحانه وتعالى اللي بيقول لك وسيدنا النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اللي بيقول لك رب العالمين سبحانه وتعالى بيقول وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين بس خليك مؤمن وسارع زي ما سيدنا الدكتور مجدي كان بيتكلم من شويه سارع وسابق غيرك بالخيرات سارع وسابق سابق بالله عليك شوف بفضل الله وخلي عندك يقين وربنا سبحانه وتعالى هيبعت لك اللي انت عايزه وزياده بس خلي عندك ايمان خليك وانت بتتصدق كده لوجه الله عز وجل وانت اهي في الميه بالاخص في الميه انا حاططها في الميه عشان ربنا يوسعها علي تعالى ناخد كده هقنعه بالدليل والبرهان وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نقص مال من صدقه هقنعه اقول لحضرتك حاجه دلوقتي انا 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 البير مش احنا بنحفره في مطروح حلو كل ما اخد من البير كوريك البير هيحصل له ايه هيوسع ولا يضيق يوسع حبيبي هكذا حال المؤمن لو بذل الدنيا توسع طبعا ابذل الدنيا توسع ابذل الدنيا توسع ابذل الدنيا توسع يبقى صدقتك عند ربنا زي البير بالظبط زي البير اللي احنا بنحفره في مطروح كل ما بفضل الله عز وجل اغرس صدقة اخرج بفضل الله عز وجل وتحرك تلاقي الدنيا بتوسع عليك تلاقي طول ما انت بتوسع بفضل الله عز وجل على عباد الله ربنا هيوسعها عليك خليك كده خدها بالمنطق ده وسع 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 على عباد الله عز وجل ربنا يوسعها عليك اللي انت عايزه من ربنا اديه لخلقه طبعا اللي انت طبعا. محتاجه من ربنا وزعه على خلقه صحيح. عاوز من ربنا مال وزع مال بيقين بس بقول اهو بيقين ما تجربش ما تجربش ربنا يا استاذ كريم ما بيتجربش سبحانه وتعالى اصل هقول لك حاجه الانسان ده اللي هو اهلنا في مطروح واسيادنا الطيبين اللي في مطروح اللي محتاجين بير تجميعيه لماء الامطار دول صنعه مين ربنا سبحانه وتعالى حلو طب اللي يكرم صنعه ربنا ربنا ايه
يكرمه طبعا. مش بس كده لا، وزياده لما حبيبك النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يقول ان في 70,000 من امته يدخلوا الجنه بلا حساب ولا سابقه عذاب، وجوههم اشد بياضا من القمر ليله البدر. طب ومع كل 1,000 70,000. الله شفاعه. شوف بقى شفاعة. دول بقى اللي هم اهل الفضل واهل الكرم واهل الجود اللي اسوتهم مين؟ حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم، وبخاصه في رمضان بقى كان جوده كالريح المرسله. اللهم صل عليه. حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لسيدنا بلال ابن رباح رضي الله عنه، يقول له يا بلال انفق انفق يا بلال، مالكش دعوه، ولا تخشى من ذي العرش اقلالا. والله ما هيقل، والله ما هيقل ابدا، ده ربنا سبحانه وتعالى هيوسعها عليك. شوف بقى، قول دلوقتي انا هوسع على اهلنا الطيبين في مطروح، وهعمل بير تجميع لماء الامطار. وخليك ذكي، خليك ناصح زي ما الاستاذ كريم اللي بيقول، مش انا بقول، المؤمن كيوس فاطر ناصح. اعمل ايه؟ واحد كان ناصح يقول لك ايه، خد ال 500 جنيه دول حطهم لي في بير من ابار مطروح. واحنا الحمد لله عندنا ابار يا استاذ كريم، ابار تجميع لماء الامطار بنعملها من المساهمات، فتلاقي بئر فاعل خير زي ما سيدنا الدكتور احمد ممدوح كان لسه دلوقتي في التقرير قدام بئر فاعل خير، فده ما حدش يعرف ده مين اللي متبرع بيه، ولا ده ولا ده ولا ده متصدق بيه، ما حدش عارف طبعا، لا انا ولا انت ولا حد خالص يعرف، بس رب العالمين سبحانه وتعالى يعرف. فاللي اتبرع بال 500 او تصدق بال 500 جنيه دول، عارف نصح ليه؟ لانه بيقول لك ايه، هم مش هم اشد احتياجا؟ اه. طب وانا في ناس تانية تيجي تتبرع معايا؟ طب ما بفضل الله ما الثواب هيعوم مع الكل. طب ما خليني ازنقني في وسط الطيبين دول. ايوه، خلي صدقتي كده يعني تكبر، وربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيكبرها له، مش انا ولا حضرتك ولا حد، لا ده رب العالمين سبحانه وتعالى اللي بيكبرها له. ان الله لا يربي لاحدكم صدقته، يربيها يكبرها له، كما يربي احدكم فلوه اللي هو الحصان الصغير حتى تصير مثل جبل احد. يا نهار ابيض، ايه صدقه واحده بس، صحيح. رحمه واحده من ربنا سبحانه وتعالى. احنا كده استعرضنا شكل واحد من اشكال الصدقات، او شكل من اشكال الرحمات انجاز التعبير. تعالى بعد اذن فضيلتك نستعرض مع مشاهدينا شكل تاني، وشكل في منتهى الاهميه بالذات في الوقت اللي احنا فيه ده. يعني عايز اعرف حضراتكم اللي من حضراتكم ما يعرفش، يعني ان مؤسسه نبض الحياه بتقدم او قائمه على واحده من المبادرات المهمه جدا، وهي مستمره طول العام، كل يوم من ايام السنه في مبادره اسمها ويطعمون الطعام، ده على مدار العام، لكن في شهر رمضان تاخد الشكل ده. اتفضل. كل سنة في نفس الموعد بنقف قدام حضراتكم بنقول يا جماعة احنا مستعدين لكرتونة الخير. السنة اللي فاتت بفضل الله سبحانه وتعالى أكتر من 10 محافظات رحناها، رحنا في قراها وفي نجوعها، وصلنا الناس ما كناش نعرفهم قبل كده، والسنة دي معانا أكتر من 700 جمعية. والله يا جماعه احنا يعني فرحتنا بوجودنا في وسط الناس اللي بيقدروا يوصلونا للناس احنا مش شايفينهم ولا نعرفهم، مستنين منهم دعوه بس، ده احسن انجاز احنا بنقدر نعمله ونقابل بيه ربنا سبحانه وتعالى. وزي ما الدكتور مصطفى قال ان هم اكتر ناس يكلمونا عن الاسر اللي هم بيتعاملوا معاها. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم اسامه عرفه، ودي طبعا بفضل الله عز وجل مش اول تعامل مع مؤسسه نبض الحياه. أيوة. نحن على صدد في تسليم كراتين الطعام لمن يستحقون في قريتنا الكريمه. أيوة. جزاكم الله خيرا دائما ودمتم في الخير دائما. السلام عليكم. بركاته. عامل ايه؟ تمام الحمد لله، كل لحظه وانت طيب. الحمد لله. السنطور. اسمك كريم ايه؟ اسمي محمود. محمود، رايح باب كراتين مؤسسه نبض الحياه على فين النهارده؟ رايح بقى طنطا. طنطا وطول. وطور معزة الغربية. معزة الغربية. بس مشوار يا عم محمود. هادي بقى، كله خير في خير ربنا. الله. كله يعني انت مش لازم التعب والمجهود. لا لا. كله على بتاع ربنا. يلا يا جماعة بفضل الله عز وجل نعزم مع بعض ناس كتير. يا سلام اما تعزم عيلة كاملة معاك على الطعام. والأحسن كمان ان هم ما يكونوش على طبليتك انت. لا، على طبليتهم هم. والاجمل والاحسن كمان ان انت تدخل السعاده والسرور على اهلنا الطيبين، بالاضافه ان هم يدخلوا شهر رمضان المعظم ودماغهم متفرغه للعباده، خلاص هيقف قدام ربنا سبحانه وتعالى بيصلي التراويح وهو دماغه مش مشغوله، يا ترى اولادها هيفطروا ايه بكره؟ لا خلاص، الحمد لله رب العالمين ببركه ربنا الاول وبتعاون حضراتكم مع مؤسسه نبض الحياه قدرنا نغنيهم في شهر رمضان الكريم. قدرنا ان احنا ندخل عليهم السعاده والسرور والفرح. خليك من خيار الناس، خليك من احسن الناس،
خليك من الناس اللي قال عنها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم من أطعم الطعام. دايما اطعام الطعام دي خصوصيه شديده جداً. اطعام الطعام وسقي الماء جدا جدا، يعني كل اشكال الخير كلها خير، لكن دول بصفه خاصه لا ليهم وضع كده لوحده. قوي قوي اشمعنى أوي. بالمناسبه قوي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما راح المدينه النبويه اللي هي احنا مسمينها المدينه المنوره، انما الاسم الصحيح ليها المدينه النبويه بالنسبه لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. الحبيب صلى الله عليه وسلم قال اول حاجه قال ايه؟ الطعام. أفشوا السلام وطبعا وأطعموا الطعام. صحيح. يا سلام، وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة في سلام. بسلام. ده حديث سيدنا عبد الله بن سلام. يا سلام يا سلام. شفت هي بتسلم بعض اهي. اه والله. شفت الجمال. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن إفشاء السلام. هل إفشاء السلام ان انا اقول لك السلام عليكم وخلاص؟ لا ابدا، ان انا اعيشك في سلام، في طمأنينة، في امن، في راحة، في سكون، في استقرار. وبخاصة بقى احنا كنا بنحكي من شوية عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان هو طول العام جواد طبعا، انما اجود ما يكون في شهر رمضان. برضو مؤسسة نبض الحياة واخد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اسوة لينا، بمعنى ان احنا طول السنة شغالين ويطعمون الطعام. أيوه. طول السنة الحمد لله من الجو يدين، وده مش من عندنا، ده ببركة المتصدقين طبعا. انما بنيجي شهر رمضان بنتأسى بالحبيب صلى الله عليه وسلم ونبقى اجود الناس. ما يكون طبعا. طب مش من عندنا برضو؟ ببركة صدقات المتصدقين، ببركة رحمات ربنا سبحانه وتعالى اللي بيتصل كل شوية دلوقتي على 15740 أي متصدق ويقول يا مؤسسة نبض الحياة أنا عاوز يبقى لي معكم صدقة، يبقى لي معكم كرتونة 2 3 4 اللي يقدر عليه بفضل الله عز وجل. تكلفتها 300 جنيه عشان برضو للناس اللي حابة. تكلفة الكرتونة 300 جنيه فيها 11 منتج غذائي، 11 منتج غذائي بفضل الله عز وجل، بيكفوا الأسرة حوالي ما يقرب من أسبوع لعشر أيام. يعني كل أسرة من أهالينا وأسيادنا الأولى بالرعاية محتاجة من 3-4 كراتين طبعًا. وبخاصة بقى في الوقت ده يا أستاذ كريم طبعًا. في الوقت ده لازم نبقى كلنا مع بعض طبعًا. لازم نحس كده بشهر رمضان الكريم إن هو فعلا كريم كريم فعلا والله، وهو كده فعلا احنا اللي مشكوك في كرامنا حبيبي. هو بالنسبه له هو الشهر كريم وفضيل وكل حاجه حلوه. اه والله، وربنا سبحانه وتعالى له نسمات وله نفحات. ونعم بالله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في شهر رمضان المعظم، يقول ان لربكم في ايام دهركم، يعني في زمنكم طبعا، لنفحات. الا ان لربكم في ايام دهركم لنفحات الا فتعرضوا لها. طبعا. تعرب بس انت كده، اقف بس قدام اي نفحه من نفحات ربنا سبحانه وتعالى. والله بجد صحيح. والله طبعا. ربنا عاوز يكرمنا اكس ولله المثل الاعلى، مش عاوز، لا ربنا سبحانه وتعالى يريد طبعا. ان يكرمنا كما قال عن نفسه سبحانه وتعالى في القران طبعا. بس انا اللي بتاخر طبعا. انا اللي باجي كده واجي كده. يا عم ده العجيب، يا عم ده العجيب، يا عم والله العظيم ربنا سبحانه وتعالى حريص على انك تدخل الجنه. طب انت مش عايز تخش الجنه ليه؟ وبعمل فقري مش وش جنه. وبايه كمان؟ طب والله اقول لك، والله يعني ولله المثل الاعلى، انا مش بتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى بس، ولك تحس ان في تلكيك والله العظيم. طب والله تحس، بص، بينما رجل يمشي سقى كلبا دخل الجنه. طب واحد ماشي في الطريق فازل غصن شوك من الطريق فشكر الله له فغفر له. طبعا. اعمال كلها ايه؟ بسيطه طبعا. صغيره طبعا. طب اللي ازل غصن شوك من الطريق ربنا سبحانه وتعالى جعله صدقه وشكر له وغفر له، فما بالك باللي بيزيل الاذى عن القلوب. صحيح. ده يبقى جزاؤه عند ربنا سبحانه وتعالى. ده جبر خاطر واطعام طعام وادخال سرور على قلب اسره كامله مش والله. مؤمن أيوة يعني والله. ده كلها حلويات وخيرات. حلويات ده ايه ده؟ كم عندك مريض بفضل الله عز وجل تصدق معنا في رمضان. وخلي بقى اقول لك حاجه، انا نفسي والله العظيم كل واحد كده يتخيل اللي بقوله ده. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الصائم له دعوه مستجابه عند فطره. ايوه، له دعوه مستجابه. طب فما بالك اما الدعوه دي كلك انت؟ طبعا. ما بين السماء والأرض دعواته مستجابة. يا سلام. تقلب حالك والله العظيم طبعًا. تقلب دنيتك طبعًا. كلها حال تخليك في حتة تانية طبعًا. انت عارف يا أستاذ كريم، زي ما سيدنا الدكتور مجدي كان بيحكي من شوية عن المسارعة إلى الخيرات، طب خليك انت من المسارعين. ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الواقعة والسابقون السابقون طبعًا. يعني السابقون السابقون وكررها ليه؟ يعني معناها السابقون في الدنيا إلى الخيرات هم السابقون طبعًا. في الآخرة إلى الجنات طبعًا. السابقون طبعًا. في الدنيا إلى الخيرات طبعًا. هم السابقون في الآخرة إلى الجنات طبعًا. أولئك المقربون تعالى في ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى. ورجل تصدق بصدقة، ده في ظل عرش الرحمن. أيوة. بإيه؟ صدقة. هو قال صدقات واحدة حبيبي صدق. بس صدق فيها مع ربنا طبعا. سبحانه وتعالى طبعا.
فأخفاها حتى لا تعلم الشمال ما أنفقت يمينه. يبقى في لحظة واحدة وبصدقة واحدة ربنا تقبلها بقيت فين؟ في ظل عرش الرحمن. بإيه؟ بموقف، بلحظة بس كده بفضل الله عز وجل. خد القرار دلوقتي، أنت مستني إيه؟ أنت مستني إيه؟ ما تستناش ودخل السرور والسعادة بكرتونة جميلة جدا تكفي هموم الناس. وبفضل الله عز وجل يا رب كلامنا ما يكونش مجرد سطور ولا كلام بيدور جوه الصدور، كلامنا بإذن الله كراتين رمضان بعده بإذن الله، وهكون نهر من خير تفور طبعا. ونفتح لكل أهلنا الطيبين طائد نور يا حبيبي. وأسيب حضراتكم بقى تقلبوا السؤال اللي تفضل بيه دكتور مصطفى العكريشي، كل واحد فيكم على حدة يفكر فيه، مستني